إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ثم شرع المصنف ابن القيم رحمه الله في المجلد الثاني من مفتاح دار السعادة، تكلم في التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى. يقول: دعا الله سبحانه وتعالى عباده إلى التفكر في مخلوقاته، وثمرة ذلك العلم بوحدانيته سبحانه وتعالى، والعلم بصفات كماله وعموم قدرته وعلمه وكمال حكمته ورحمته وإحسانه وبره ولطفه وعدله ورضاه وغضبه وثوابه وعقابه. ومن أمثلة ما ذكره الله تعالى في كتابه التفكر في خلق الإنسان، حيث قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ومن هذا كثير في القرآن، يذكر الله سبحانه وتعالى ويذكر عباده بالنظر إلى مبدأ خلقه. قال تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق. وقال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إذ نفسه وخلقه من أعظم الدلائل على خالقه وفاطره سبحانه وتعالى، وأقرب شيء إلى الإنسان نفسه، وفيه من العجائب الدالة على عظمة الله تعالى ما تنقضي الأعمار في الوقوف على بعضه، وهو غافل عنه معرض عن التفكير فيه. ولو فكر الإنسان في نفسه لزجره ما يعلم من عجائب خلقتها، لزجره عن كفره بالله سبحانه وتعالى، حيث قال سبحانه وتعالى: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. فانظر الآن إلى النطفة بعين البصيرة، وهي قطرة من ماء مهين ضعيف، كيف استخرجها العليم القدير من بين الصلب والترائب، منقادة لقدرته، مطيعة لمشيئته، إلى أن ساقها إلى مستقرها. وكيف قدر الله تعالى اجتماع المائين وجمعهما في موضع واحد في قرار مكين لا يناله هواء فيفسده، ولا برد فيجمده، ولا آفة تتسلط عليه. ثم قلب تلك النطفة البيضاء إلى علقة حمراء تضرب إلى السواد، ثم جعلها مضغة لحم مخالفة للعلقة في لونها وحقيقتها وشكلها.
ثم جعلها عظاما مجردة مباينة للمضغة في شكلها وهيئتها وقدرها ولونها. وانظر كيف قسم تلك الأجزاء المتشابهة إلى أعصاب وعظام وعروق وأوتار ويابس ولين وما بين ذلك، ثم كيف ربط بعضها ببعض بأقوى رباط وأشده وأبعده عن الانحلال، وكيف كساها لحما ركبه عليها وجعله وعاء لها وغشاء حافظا، وكيف صورها فأحسن صورها وشق لها السمع والبصر والفم والأنف وسائر المنافذ، ومد اليدين والرجلين وبسطهما وقسم رؤوسهما إلى أصابع، ثم قسم الأصابع إلى أنامل، وركب الأعضاء الباطنة من القلب والمعدة والكبد والطحال والرئة والرحم والمثانة والأمعاء، كل واحد منها له قدر يخصه ومنفعة تخصه. ثم انظر الحكمة البالغة في تركيب العظام قواما للبدن وعمادا له، وكيف قدرها ربها وخالقها بتقادير مختلفة وأشكال مختلفة، فمنها الصغير والكبير والطويل والقصير والمنحني والمستدير والدقيق والعريض والمصمت والمجوف، وكيف ركب بعضها في بعض، وكيف اختلفت أشكالها باختلاف منافعها، كالأضراس جعلت عريضة للطحن والأسنان مستدقة محددة للقطع. ولما كان الإنسان محتاجا إلى الحركة لم يجعل له عظاما عظما واحدا، بل جعل له عظاما متعددة وجعل بينها مفاصل حتى تتيسر بها الحركة، وكان قدر واحد منها وشكله على حسب الحركة المطلوبة منه. وكيف شد أسر تلك المفاصل والأعضاء وربط بعضها ببعض بأوتار ورباطات. هذه الأوتار والرباطات أنبتها من العظم، العظم ناشف والرباطات والأوتار لينة، فسبحان من أخرج اللين من الناشف وألصق أحد طرفيها بالطرف الآخر كالأربطة له. فإذا أراد العبد أن يحرك جزءا من بدنه لم يمتنع عليه، ولولا المفاصل لتعذر ذلك عليه. وتأمل كيفية خلق الرأس وكثرة ما فيه من العظام، حتى قيل إنها 55 عظما مختلفة الأشكال والمقادير والمنافع، وكيف ركبه سبحانه وتعالى على البدن وجعله عاليا عليه، علو الراكب على مركوبه. ولما كان عاليا على البدن جعل فيه الحواس الخمس وآلات الإدراك من السمع والبصر والشم والذوق واللمس، وجعل حاسة البصر في مقدمه ليكون كالطليعة والحرس الكاشف للبدن، وركب كل عين من 7 طبقات، لكل طبقة وصف مخصوص ومقدار مخصوص ومنفعة مخصوصة. لو فقدت طبقة من تلك الطبقات 7 وزالت عن هيئتها وموضعها لتعطلت العين عن الإبصار.
ثم أركز سبحانه وتعالى داخل تلك الطبقات السبع خلقا عجيبا، وهو إنسان العين، وهو بقدر العدسة يبصر به ما بين المشرق والمغرب والأرض والسماء، وجعله من العين بمنزلة القلب من الأعضاء فهو ملكها. وتلك الطبقات والأجفان والأهداب خدم له وحجاب وحراس له، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم جملهما بالأجفان غطاء لهما وسترا وحفظا وزينة، فهما يحفظان العين من الأذى والغبار والعرق الساقط من الجبين ومن البرد ومن الحر المؤذي. ثم غرس في أطراف تلك الأجفان الأهداب، وهي الرموش، جمالا وزينة ومنافع أخرى. ثم أودعهما ذلك النور الباصر والضوء الباهر الذي يخرق ما بين السماء والأرض. وقد أودع الله سبحانه وتعالى هذا السر العجيب وهذا المقدار الصغير بحيث تنطبع في صورة السماوات مع اتساعها وتباعد أقطارها، وشق له السمع وخلق له الأذن أحسن خلقة، فجعلها مجوفة كالصدفة لتجمع الصوت فتؤديه إلى الصماخ، وجعل فيها تجاويف، هذه التجاويف تمسك الهواء والصوت الداخل فتكسر حدته ثم تؤديه إلى الصماخ. ثم اقتضت حكمة الرب سبحانه وتعالى الخالق المبدع أن جعل ماء الأذن مرا في غاية المرارة، فلا يجاوزه حشرة ولا تقطعه داخلا إلى باطن الأذن، كما جعل ماء العين مالحا لحفظ العين فإنها شحمة قابلة للفساد، وجعل ماء الفم عذبا حلوا ليدرك به طعام الأشياء على ما هي عليه. فسبحان من جمع بين المرارة للأذن والملوحة في العين والعذوبة في الفم، ونصب سبحانه وتعالى قصبة الأنف في الوجه فأحسن شكله وهيئته، وفتح فيه المنخرين وحجز بينهما بحاجز، وأودع فيهما حاسة الشم التي تدرك بها أنواع الروائح الطيبة والخبيثة والنافعة والضارة، وليستنشق به الهواء. وجعله سبحانه وتعالى مصبا تنحدر إليه فضلات الدماغ فتجتمع فيه ثم تخرج منه. ثم فصل بين المنخرين بحاجز بينهما حكمة منه ورحمة، فإذا انسد أحدهما تنفس بالآخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. وشق سبحانه وتعالى للعبد الفم في أحسن موضع وأليقه، وأودع فيه من المنافع وآلات الذوق والكلام وآلات الطحن والقطع ما يبهر العقول عجائبه. فأودع فيه اللسان الذي هو أحد آياته الدالة على قدرته، وجعله ترجمانا للقلب ومبينا ومؤديا عنه، كما جعل الأذن رسولا مؤديا مبلغا إليه. واقتضت حكمته سبحانه وتعالى
أن جعله مصونا، أي اللسان مصونا محفوظا غير بارز ولا مكشوف، لأنه لا يأخذ من الخارج إلى القلب بل مؤدي عنه إلى الخارج. وأيضا هو يحتاج إلى الحفظ في مكان يحتفظ بالرطوبة، لأن اليبوسة تنفي عنه التصرف الصحيح والحركة السليمة. ثم زين سبحانه وتعالى الفم بما فيه من الأسنان التي هي جمال له وزينة، وبها قوام العبد وغذاؤه، وجعل بعضها رحا للطحن وبعضها آلة للقطع، فأحكم أصولها وحدد رؤوسها وبيض لونها ورتب صفوفها متساوية الرؤوس متناسقة الترتيب كأنها الدر المنظوم، بياضا وصفاء وحسنا. وأحاط سبحانه وتعالى على ذلك حائطين، وأودعهما من المنافع والحكم ما أودعهما، وهما الشفتان، فحسن لونهما وشكلهما ووضعهما وجعلهما غطاء للفم، وجعلهما إتماما لمخارج الحروف والكلام ونهاية له، كما جعل أقصى الحلق بداية للكلام واللسان وسط بينهما. واقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن جعل الشفتين لحما صرفا لا عظم فيه ولا عصب، ليتمكن من مص الشراب ويسهل عليه فتحهما وطبقهما. والله سبحانه وتعالى خص الفك الأسفل بالتحريك، الفك الأسفل هو الذي يتحرك وليس الأعلى، لأن تحريكه أو تحريك الأسفل هو الأخف وهو أحسن، ولأنه أي الأعلى يشتمل على الأعضاء الشريفة فلم يخاطر بحركتها. وخلق الله سبحانه وتعالى الحناجر مختلفة الأشكال في الضيق والسعة والخشونة والملاسة والصلابة واللين والطول والقصر، فاختلفت بذلك الأصوات أعظم اختلاف، حتى ما يعرف في هذه العصور ببصمة الصوت، ولا يكاد يشتبه صوتان إلا نادرا. وزين الله سبحانه وتعالى الرأس بالشعر وجعله لباسا له لاحتياجه إليه، وزين الوجه بالحاجبين وجعلهما وقاية لما يتحضر من بشرة الرأس إلى العينين، وقوسهما وأحسن خطهما، وزين أجفان العينين بالأهداب اللي هي الرموش، وزين الوجه باللحية وجعلها كمالا ووقارا ومهابة للرجل، وزين الشفتين بما أنبت فوقهما من الشارب وتحتهما من العنفقة. وكذلك خلقه سبحانه وتعالى لليدين اللتين هما آلة العبد وسلاحه ورأس مال معاشه، فبهما يعمل الإنسان، فطولهما بحيث يصلان إلى ما شاء من بدنه، وعرض الكف ليتمكن به من القبض والبسط، وقسم فيه الأصابع الخمس، وقسم كل أصبع بثلاث أنامل والإبهام بإثنتين، يعني الإبهام بإنملتين،
ووضع الأصابع الأربعة في جانب، الإبهام في جانب آخر، لتدور الإبهام على الجميع فيحصل القبض على الشيء. يعني الإبهام في جهة والأربع أصابع في جهة ليحصل القبض على الأشياء. فجاءت على أحسن وضع يصلح به القبض والبسط ومباشرة الأعمال. وهي بذلك صالحة لجميع أنواع التصرفات ودقيق الصنائع والخط، إذ بهما يمسك القلم ويتناول أنواع الصنائع بهذه الأصابع وغير ذلك. فإن بسط أصابعه كانت طبقا يضع عليه ما يريد، فإذا ضمهما كانت آلة للضرب هكذا، وإن جعلهما وسط ما بين الضم والبسط كانت مغرفة يتناول بها الأشياء ويمسك فيها ما يتناوله. وركب الأظفار على رؤوسها، على رؤوس الأصابع أظفار زينة لها وحماية ووقاية لأطراف الأصابع وعمادا كذلك. وليحك الإنسان بها بدنه عند الحاجة. ثم انظر إلى الحكمة البالغة في جعل عظام أسفل البدن غليظة وقوية، لأنها أساس له كأساس أي بناء، وعظام أعاليه دونها في الصلابة والثخانة لأنها محمولة. ثم انظر كيف جعل الرقبة مركبا على الرأس، وركبها من سبع خرزات مجوفات مستديرات، ثم ركب الرقبة على الظهر والصدر، ثم وصل تلك العظام بعضها ببعض، فوصل عظام الظهر بعظام الصدر، وعظام الكتفين بعظام العضدين، والعضدين بالذراعين، والذراعين بالكفين، والأصابع بالكف. فهو مركب على 360 عظما، فلو زادت عظما واحدا لكانت مضرة، يحتاج الإنسان إلى قلع هذا الزائد، ولو نقصت عظما واحدا كان نقصانا يحتاج إلى جبر. فالطبيب ينظر في هذه العظام وكيفية تركيبها ليعرف وجه العلاج في جبرها. أما العارف بالله فينظر فيها ليستدل بها على عظمة الخالق البارئ سبحانه وتعالى الذي خلقها وبرئها، وينظر إلى حكمته وعلمه ولطفه. وكم بين النظرين، كم بين نظر الطبيب والعارف بالله. صنع الرب الحكيم وتقدير العزيز العليم في قطرة من ماء مهين، فويل للمكذبين وبعدا للجاحدين. ومن عجائب خلقه ما فيه من الأمور الباطنة كالقلب. القلب هو الملك المستخدم لجميع آلات البدن، فهو محفوف بها محشود ومخدوم، مستقر في الوسط، وهو أشرف الأعضاء، وبه قوام الحياة، وهو منبع الروح والحرارة الغريزية، وهو معدن العقل والعلم والحلم والشجاعة والكرم والصبر والحب والإرادة والرضا والغضب وسائر صفات الكمال. فجميع الأعضاء الظاهرة والباطنة إنما هي من جند، إنما هي جند من أجناد القلب. فالعين طليعته ورائده،
الذي يكشف له المرئيات، والأذن صاحبة الخبر، واللسان ترجمان. وبالجملة فسائر الأعضاء خدمه وجنوده. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: القلب ملك، والأعضاء جنوده، فإن طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. فمن هذا صنعه في قطرة ماء، فمن هذا صنعه في قطرة ماء، فكيف صنعه في ملكوت السماوات؟ وهو الدرس القادم إن شاء الله، ملكوت السماوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله.